الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله فقاد بس تشروا تاهنم لما قنان يتشلنا سلا عشر ذو الحجة يتنقاقر ينبرون تمرتاجنا أهنم من قتلال الزساء في من ولينا أخي المسلم أخت المسلمة، إن إدراك عشر ذي الحجة نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد، يقدرها حق قدرها الصالحون المشمرون. وندموش هتوش يذو الحجان جمرا جمرو اسك أسرك أندرس ياغن يسو تلك نعمة بالا تلك ولتانو سلازك تلك ما نو وطال نسطو يقبان سلف الصالح ما نو تلك بوتا يسطو تندي نبر إنيام تلك بوتا مسطن بدين بارغن بمزقاجيت لخير سرا ما نو راساتشين النشاط وبمادرق بما نقاكات لن بزو سرواتشين سرابتي قبال لهن نعمة اندان ناس اللي فلونا. وإن واجب المسلم استشعار هذه النعمة إهن النعمة بلباتشين وسط ما نو كبريتون تلك ولتا مهونون ما استواسين وربنا عندما ملكام سراو مسرات اللبن بان سراوانكوا بزه نزهن كاناتوش ماغينيت تلك نعمانو تلك سطوتانو تلك ولتانو يميلون للناس تاوسو قدي لنا ليالو. واغتنام هذه الفرصة اتشنا قاد ايمانو متاكمين وربنا، وذلك بأن يخص هذه العشرة بمزيد عناية بتقام شماري مانو بهونا بزونا قروتشن بمتاقل، وأن يجاهد نفسه بالطاعة بخير سرالي نفسية كنن مانو بماشنف بتأمر قن مانو بمتاقل جهدي بمادرق بخير سرال الناس اللفو قدي لنا مكنياتهم النزك أناتوش تالفو بزونا قروتشن مانو ناتعلن بالنزك أناتوش الله لقصو لن درسا ملكام سرعة سران ديمو تكسترتن بزو يمننا قنيبت مهونون يهن النعمة بلباتش الله استشعر مادرقين وربنا. قال أبو عثمان النهدي رحمه الله عن السلف كانوا يعظمون ثلاث عشرات. أبو عثمان النهدي تبارو ما نطلق عالم من إلاله سلف الصالح سوستا سروشن بتقام أرقو يا كبراتشو نبر بتقام تكرتي سوتو نبر النزل سوستا سروشن ما ناتشو سيلهم ميلون تنملكت العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول كذلك من المحرم. كرمضان يمجرشون أسروجون، كذو الحجة يمجمرون أسروج، كشهر الله المحرم بمبال معنى يميت الرون كان ديسك أسر يعلوتن أسر نزل سستوجون كاناتوج بتقام أدرقو تكره سطونا ببر كبرة سطوات شوال بملكم سرى يسالفوات شوال ببر سلف الصالح بمالت أسكم طولنا إنيا من نسم فلق مكتل ألبنه نزلنا السر قناتوش إنيا سلا عشر الأواخر سننقر سلسو بزو سو مانو قنزابين وروال بطام مانو يمرقا قنال نكا نكا يمالتوني تامانو يتايال قن عشر ذو الحجة اندن النزاون دير موضوان مانو كبريتي اللو مهونون، وكذلك محرم السروش قناتوش تزدام ريت تدرقو مانو السر إنيا وعشر مانو يمبالو قن بمصوم يميقينيون أجر نبيا كندي نقرون بطام كبار مهونون مانو زنقايا مالوتوني تالا سلزك سوستم مصروش لنيا تلك فرصاناتشو تلك قباياناتشو بنزك سوستا سروش بعمطلستي من ناقينياتشو سوستا سروشن ليت بعلى ملكو تقرت بمستت ملكام سران مانو بمسرات بزو تتكامي لمهون ترت مادرقين وربنا لنملو. وإن من فضل الله على عباده كثرة طرق الخير. الله ما شاء الله توبت عن بركاتانو فزات بزو ولا توشو يخير من قروشين الله ما نو ما بركتو، وتنوع سبل الطاعات يطوع يخير سرواش ما نو مسمروشين أقدار تواش ملاية تاشو يتلاي عبادة ينطوش عنده ينطو بيشا ما نصيحون صوم بيشا بالنبال وينم صلاة بيشا بيبال وينم ذكري بيشا بيبال مسلشت بزابين عدك كما ما نو مالتون يتمانو يتايب بنيشل نبال قينا الله سبحانه وتعالى يتلايو عبادوشن يتلايو ديومو مانو مواسم الخيرات لخير سراوش تكي سرطان بزيو من ناقيني باتشون يال لايي مستطو يهي تلك ولتانو تلك الله نعمانو للناس تاوسو يقبان.
يهنن يدرقوا الله بحكمته لمن دنه ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازما لطاعة ربه وعبادته الله أن لما قزات كل قزي ينكا يمرك أنا ما نون دهن انداي فز انداي السلاة يدرقوا برمضان ما نو عشر ذو الحجة لا يبقى مرك أنا بلو ما نو جهر يدرقال ما شاء الله تلك خير ما نافسان زماكر يالله ميتوال ما لتاري اللم قل مزنا قات نوري شلال عندنا عشر ذو الحجة بمدرس قزينا أهونم دم مبادس إن ساسانا ملكام سرواشين يسارال تلك تدك أمي هونال تزاري مهن تكيت توسنا كناتوش كالفو بحالا عشر المحرم يبالو ما نوي قبال النزام لا يجهد بمادرق ملكام سرواشين بمسرات تدك أمي هونال مسلم يهي هلو يا الله نعمة مهنون بلباتش الله ما نما استواسين وربنا يا الله سطوتانو مدرساتشين ما قنيتاتشين نزن كناتوش نزن كناتوش عقيتن ديمو بملكام سرامانو كاسالفن الله كبر ولا تاول ولا نال لا الله تجبيه هنا ومسجنا تجبيه هنا وما نو ما أكبر لنا كبروا لنا مسجناه قد يتا ينور بنان لذلك كل أجنم بتأم تكرت معنو بمستد عشرة الحجة كبر مهونون لنا استوسا لنا تواوس لنا ما كاكر الجبان بس ذكرنا ثلاث ما كنا ثلاث يميت لا لهم ولا كتو تشلو بزوجو إما استوى شاسر واشنا تشو بيكا يبيشوف كلو علي مشجارا በመመካከር በመጣየቅ መልካም ስራዎችን እየሰራን ጥሩ ነገሮችን እያወቅን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ወደ ተግባር በምን ተገብርበት ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ሸረፈ ለመካን ወሸረፈ ዘማናን ማነው እየተጠባበቅን በመልካም ስራ ለማሳለፍ እያንዳንዳችን ትኩረት ማነው በመስጠት ልንነቃቃ ልንበረታታ ይገባል ቀደምት ማነው ሷሊሆች ደጋግ ማነው ሰዎች የሚባሉት በሚገናኙ ጊዜና አደራ የተባባሉ እንደውም በተለይ ሱረተል አስር ማነው ይቀሩ ነበር ይባላል አደራ ለማባባል ማነው በሐቅ ነገር ላይ ማነው በጥሩ ነገር ላይ ማነው በርታ አይዞ እየተባባሉ ስበሳቸው ማነው ይነቃቁ ነበር ይሄ ለምን ማነው እኛም ዝንድ ሊኖረን ይገባል ለቤተሰቦቻችን ለጎረቤት ለአካባቢ ለወገኖቻችን ሁሉ ይሄንን አጅር ማነው ትልቅ አጅር የሚያገኙበትን ይሄንን ፍርሷ እንዳያመልጣቸው ልናስተውሳቸው ተገቢ ነገር ነው ምክንያቱም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደለ አላ ኸይሪን ፈለሁጅር ፈዒሊን ያሉት በነዚህ ቀናቶች ያላወቁ ሰዎችን አሳውቀናቸው መልካም ስራን ሰርተው አጅር በሚያገኙበት ጊዜና እኛም የዛ አጅር የዛ ثواب ተካፋይ እንሆናለን ይሄን ሁሉ በማስተዋስ ራሳችንን ማነው ጁሁድ በማድረግ ራሳችንን በመነቃቃት ሌሎችንም ማነው ያነቃቃን አደራ የተባባን በኸይር ነገር ላይ ከመጥፎ ነገር ላይ ማነው ደሞ በመራቅ እንግዲህ መቼ መጀመሪያ እንደሚታወቀው التحليه قبل التخليه قبل التخليه ይባላል التخليه قبل التحليه አንድ ነገር የሚበጃጀው የሚሸለመው መጀመሪያ ማነው ያለውን ቆሻሻውን ተታስወገዱ በኋላ ነው የመጀመሪያ ለነዚህ ለዙል ሐጃ አስሮችን ለመቀበል ከፈነስተቅብሎ የሚለውን እንተመለከት بالتوبة النصوح تككلن يا بوهنا ما نتوبة يسفل لغنان لو كانت وش ما ندرسون صوما لن خين سرال لن يميلو طروهنو اندال قيل مجمرا ونو ما نو كنبرون ما نو كوشاشاوش يونجا كوشاشاوش باتك علي ودقون ما نو بمطال توبة بمادرق يسو حاق كاللبن يسوون حاق ما نو بمملس اندقنا يا الله غار ما نو يميكر يتا ما نو يميطالا نگر الله ميودون نگر ما نو فستمن كوهنا يانن توبة بمادرق بمملس ተከክለኛ ተውባ በማድረግ እነዚህን 10 ቀናቶች እንቀበላቸው በመልካም ስራ እናሳለፋቸው ይልኩኝ የዛሬውን ትምርታችን በዚህ ላይ እንጨርሳለን ሁላችንም ተጠቃሚ ያላህ አድርገን አላህ ይጥቀማችሁ በእያላችሁበት جعلنا الله اياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والسلام عليكم Oh, 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 oh